حياكم الله. من سيكسب الجولة؟ سؤال تصدر الصحف والفضائيات والمنصات الإعلامية والإخبارية. لا حديث غير الانتخابات الإيرانية داخلياً وخارجياً، محلياً، إقليمياً ودولياً. من سيكون خليفة لرئيسي ويشغل كرسي رأس السلطة التنفيذية في البلاد؟ أنظار شاخصة نحو البرامج وأخرى نحو السياسة، وما بين الاثنين مصالح شعبية وعلاقات واتفاقات خارجية، وقبل كل شيء تجربة ديمقراطية يشهد لها من ينطق الشهادة وينتقدها من لا يفقه من الحرية غير الشعارات. لا خوف على الجمهورية الإسلامية التي يقودها الإمام الخامنئي وخلفه حرس ثوري وبينهم قادة أشداء لا يعلم ما في قلوبهم إلا الله، لكن الحقيقة المكتوبة على سواعدهم ستبقى الجمهورية قائمة حتى قيام الساعة، وهذا ما ستترجمه صناديق الاقتراع. وما بين جليلي وبزشكيان منصب لقب سيسبق اسم أحدهم إذا سبق أصوات الآخر. جديد أهلا بكم. ستكون حلقة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية موضوع حلقتنا لهذا اليوم، رح نتناقش فيها مع ضيوفنا عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور أسامة السعيدي، حياك. أهلا ومرحبا، شكرا جزيلا. كما أرحب كل الترحيب بالكاتب والإعلامي الأستاذ كامل الكناني، حياك. حياك الله، مرحبا بك. أهلا وسهلا. أرحب أيضا بالباحث والمحلل السياسي من طهران علي أكبر برزوني. السلام عليكم سيد برزوني إذا كنت تسمعني. طيب، لكن تحية طيبة. نعم، أبدأ معك دكتور أسامة، كيف تابعت الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية؟ شكرا جزيلا تحية جنابكم الأستاذ كامل والأستاذ برزوني من إيران، شكرا لقناة الأيام. نتحدث حقيقة عن يعني انتخابات قد تكون مختلفة، خلينا نسميها يعني ما اعتدنا انه انتخابات تصير خلال أسبوع، جولة الأولى وجولة ثانية. نعم. وتكون بهذا المستوى وبهذا الإقبال، هذا يعطينا فد مؤشر انه النظام السياسي هو نظام لا يزال بكامل حيويته بكامل فاعليته، رغبه الجمهور حقيقيه. احنا عندنا مقياس او مؤشر انه قوه النظام السياسي وامكانياته او استمراره تنبثق من نسبه المشاركه، ودائما نسب المشاركه هي مؤشر، والاندفاع مؤشر على انه هذا النظام لا يزال يعني يمتاز بالحيويه. ليش؟ لانه اولا المنظومه السياسيه هي منظومه مقنعه للجمهور، والقضيه الثانيه انه هناك مرشحين لهم القدره على التعبئه والانتشار ما بين الجمهور. لا. احنا نشوف دائما عندنا مثلا نقيس على انتخاباتنا بالعراق، من تطلع نسب المشاركه متواضعه، انا دائما شقول اقول مو الخلل، يقولوا لي وين الخلل؟ اقول لهم الخلل بالمرشحين. ليش؟ لان المرشح هو وظيفته انه يعبئ الناس ينتخبوا، وبالتالي اكو من يختلف مع حضرتك يقول المشكله مو بالمرشح، المشكله بالناخب اللي ما ينطي صوته. هسه هو جيد، مو هي مجموعه عوامل زي. بس بالدرجه الاولى انه اكو منظومه عندها خلقت قناعه عند الجمهور، وثانيا اكو مرشح نجح في ان يخلق قناعه ايضا عند الجمهور، وبالتالي تمضي الانتخابات. نعم. اليوم اللي شفناه ما يعني من النادر بصراحه انه انتخابات بها جوله اولى وجوله ثانيه تكون بهذه الحيويه، يعني قد الناس تقول تروح بالجوله الاولى وتعطي صوتها وتقول لك انا سويت اللي علي، تقول له تعال مرت الثانيه روح انتخب، يعني صعب. هذا يعطي فد مؤشر ودلاله ايجابيه. طيب استاذ كامل، الجوله الثانيه شلون شفتها حضرتك؟ حياك الله وحيا ضيفك الشيخ العزيز الاستاذ اسامه والاخ العزيز من طهران دكتور برزوني.
بالحقيقة سعيد ومسعود يتنافسان، ولكن الأسعد هو من يتابع بدقة وبإنصاف هذه التجربة الرائعة. الأسعد هو الذي يرى أن هذه الثورة تجدد شبابها وتجدد حيويتها كما أشار الدكتور أسامة في كل حين وفي كل مناسبة. هذه الانتخابات 14 على مستوى الرئاسات، تقريبا 43 على مستوى الانتخابات البرلمانية والجمهورية والخبراء والبلديات، وبالتالي هذا البلد الذي يجري في كل عام انتخابات يحتفظ بهذا الحماس وهذا الدفق، هو بالتأكيد بلد منتصر وبلد قوي. ثانيا، من الناحية ما أشار للدكتور أسامة وهو أن هنالك انتخابات قبل أسبوع وانتخابات بعد أسبوع، واللطيف أن هنالك قبل أقل من شهرين انتخابات مجلس النواب. يعني الآن حسمت انتخابات مجلس النواب وسمي السيد قالبافر رئيس مجلس النواب وجاء للترشيح لرئاسة الجمهورية. هذا المعنى، المعنى الديناميكي الحركي الفعال، يعطي انطباع ليس فقط لحضور الجمهور في ساحة الفعل وإنما لرصانة النظام ومؤسسات الراسخة، مؤسسات القوية. يعني بعد شهادة الدكتور إبراهيم رئيسي رحمة الله عليه بساعات تم تنصيب النائب لرئيس جمهورية. إلى أي مدى يثبت هذا أن الجمهورية دولة مؤسسات؟ هو من الناحية الواقعية هذا الذي بان، هذا الذي ظهر. يعني خلال ساعات تم تعيين رئيس جمهورية بالنيابة وطلب منه أن يجتمع مع رئيس القوى القضائية ورئيس البرلمان لتحديد موعد انتخاب. بعد أيام قليلة تم تحديد موعد الانتخابات، وبعد 38 يوم أجريت الانتخابات. هو هذا المعنى، معنى مأسسي، معنى ليس هنالك. شوفوا إحنا مثلا لما نريد نسوي انتخابات والمفوضية تقول بعد 6 شهور ما نقدر نهيئ بطاقات الناخب ونطبع هذا المثال. هنا توجد مؤسسة راسخة مستعدة متهيئة جاهزة وتمارس دورها بشكل طبيعي. لجنة صيانة الدستور تنتظر مرشحين، تحدد صلاحيتهم، واللجنة المسؤولة عن الانتخابات تهيئ وسائل الانتخابات. فإذا نحن أمام بلد مؤسس مدعوم بقوة شعبية متفاعلة وقوة شعبية حماسية وكبيرة. سيد برزوني، كيف تابعتم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وما هو تقييمكم لنسبة المشاركة؟ هل ستكون عالية؟ العكس؟ لماذا؟ يعني مصادر تحدثت أنها بلغت أكثر من 50%. نعم، بعض المصادر تتحدث أن نسبة المشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات لانتخاب الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالنسبة أو مقارنة على الانتخابات السابقة تقريبا 50%، وهذا مؤشر جيد جدا، لأن كما توقعنا في هذه المرحلة هناك مشاركة وإقبال أوسع وأعلى، لأن في هذه المرحلة مرشحين من تيارين الإصلاحي وأيضا المحافظين، لكن في المرحلة الأولى كانوا 4 مرشحين، 3 من المرشحين من المحافظين و4 مرشح واحد من الإصلاحيين. وأيضا خلال المناظرتين الأخيرتين كلا من المرشحين تحدثوا عن خططه وأيضا عن برنامجه لإدارة البلاد ولحلحلة مشاكل داخلية والخارجية. ولهذا السبب نحن نشاهد هناك مشاركة أعلى بالنسبة إلى الجولة الثانية. وأيضا دليل آخر، وأيضا عندما شارك قائد الثورة سماعة الإمام خامنئي حفظه الله وأدلى بصوته دعا من الشعب من أجل مشاركة واسعة وأعلى، وأكد على أزم والإرادة والهمة لدى الشعب الإيراني، عند الشعب الإيراني. لهذا السبب نحن نشاهد هناك إقبالا واسعا وهناك مشاركة أوسع وأعلى بالنسبة إلى مشاركة بالنسبة إلى انتخابات السابقة أو مرحلة الأولى من هذه الانتخابات. طيب، فيما يتعلق ببرامج المرشحين، كيف رآها الشعب الإيراني؟ برامج المرشحين، نحن أو الشعب الإيراني يرى برامج لدى سيد جليلي مرشح تيار المحافظ أحسن وأفضل، لأن لديه برامج وهو يؤكد خلال المناظرات وخلال حملات دعائية على استخدام طاقات وإمكانات داخلية من أجل حلحلة المشاكل، وأيضا تطوير وتوسيع العلاقات بين إيران وبين دول الجوار، لا سيما جمهورية العراق
وايضا حتى دول الافريقيه بدلا توسع علاقاتها مع دول ما يسمى بالدول الغربيه او بامريكا، لان اكد العالم ليس بس دولتين او ثلاث دول. نعم. هو اعتقد يتبع اذا سيصبح رئيسا او سيفوز في هذه المرحله سيتبع نهج السيد الرئيس الشهيد سيد رئيسي، لانه ايضا كان يعمل ليلا ونهارا، وايضا هو طور علاقات ايران مع دول الجوار. طيب. وهناك استئناف العلاقات وتدبير العلاقات بين ايران وبين بعض الدول مثل مصر وايضا السعوديه وايضا البحرين ودول اخرى. لهذا السبب نستطيع ان نقول برامج بحوث السيد جليلي احسن وافضل، لكن سيد بيدشتيان مرشح الاصلاحي هو يؤكد على تفاوض مع الامريكا ومع الغرب ويرتبط حل مشاكل اقتصاديه بهذا الملف، ملف النوويه الايراني والتفاوض مع الغرب. نعم. طيب دكتور اسامه، الان التنافس انحصر بين مرشح محافظ ومرشح اصلاحي، وكنا نعرف النهجين المختلفين فيما يتعلق بالسياسه الخارجيه، ايهما اقرب برايك؟ واولا خلينا نتفق انه اكو ثوابت بالسياسه الخارجيه الايرانيه، هاي الثوابت ما ممكن اي رئيس يعني يستلم مقاليد اداره البلاد ان يغيرها بنسبه عاليه، هذه ثوابت تحكمها اولا المنهج العقائدي للدوله. نعم. والقضيه الثانيه المؤسسات اللي تصنع البدائل وتصنع الخيارات لموجه السياسه الخارجيه، سواء كان وزير الخارجيه او رئيس الجمهوريه باعتبار هي صلاحيات المناطه بهما. بالنتيجه مستوى حريه الحركه قد يكون هو مو محدود لكن هو محكوم بهذه الاطر، لكن تبقى التغيير وين يصير التغيير؟ التغيير هو بالادوات او خلينا نسميه بالاساليب. ما معناه اكو شخص يجنح الى اسلوب او نسق معين في التعاطي وفي الحوار مع مثلا الاتحاد الاوروبي، مع الولايات المتحده الامريكيه، مع الملفات الاقليميه بنهج او باسلوب يختلف، قد يكون المنحى الدبلوماسي هو قد يكون اعلى في بعض الحالات من المنحى التصعيدي اللي ياخذ منحنى باكثر مواجهه. يعني لو حكينا من الداخل الايراني راح يقول لك احنا شو استفادينا من تفاوضنا ويا الغرب؟ يعني كان نهج السيد روحاني هو التفاوض ويا الغرب، وكانت هذه نقطة ربما ضعف على السيد روحاني، خسر بها الانتخابات عند منافسته مع السيد رئيس. صحيح. رحمة الله عليه. هو إذا نلاحظ تاريخ الانتخابات الإيرانية دائما أكو تناوب، يعني يصعد إصلاحي تارة بعدين يصعد محافظ وهكذا. هاي المناوبة هي تعبر عن خلينا نسميه الحالة الشعبية، بما معناه أنه الناس تريد تجرب مرة خيار معين، مثل ما تفضلتي قد ما يتوفق. نعم. طبعا عدم توفيقه في هذه الحاله وعدم نجاحه فيما هو يريد هو مو بالضروره يكون لاسباب ذاتيه، وانما قد يكون لاسباب موضوعيه تتعلق بطبيعه النظره اللي تنظرها او تدركها الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي الى الولايات المتحده الامريكيه، عفوا الى ايران. وبالتالي مهما كانت الاساليب او الادوات، وهذا ما يؤكد عليه السيد قائد الثوره الاسلاميه عندما يقول انه امريكا امريكا، وبالتالي مهما اختلفت امريكا او مهما تعاملنا وياها بايجابيه او حاولنا أن نظهر قد يكون في بعض يعني خلاصة الخطابات مالته والتغريدات، هي أمريكا تبقى تنظر إلى إيران على أنها خصم وعدو، هذا هو اللي قد يكون أنا بتقدير الفيصل الأساس. لكن اللي أثر أنا بتقدير مو السياسة الخارجية، اللي أثر قد يكون في رغبة الجمهور في اختيار السيد بيدشتيان أنه ما يتعلق بالإجراءات الداخلية، الإجراءات الاقتصادية، موضوع التضخم الاقتصادي الآن تعيشه إيران، الرجل هو مشتغل تنفيذي وزير صحة، قد يكون بصراحة هو من الجانب حظوظة أكثر من السيد جليلي. طيب تتفق أستاذ كامل أن حظوظ السيد بيدشتيان ربما أكثر من السيد إبراهيم جليلي؟ من الناحية الواقعية لا، من الناحية الواقعية إذا حسبنا الانتخابات السابقة في الأسبوع الماضي 13 مليون و400 ألف صوت للمحافظين و10 ملايين و400 ألف سيد جليلي وقالبه. يعني جمعت كل المرشحين المحافظين. أي الجمهور الجمهور المحافظ الذي شارك في الانتخابات الماضيه اكثر من جمهور بيدشتيان جمهور المحافظ. اذا الفرصه امام جليلي كبيره. ثانيا من الناحيه الواقعيه
السيد جليلي رجل دولة من الطراز الأول، يعني لا يقارن بالسيد بوزشكان. بوزشكان إذا استثنينا دورة واحدة وزير صحة، جليلي على طول النظام في السنوات العشرين الأخيرة هو في موقع أول، سواء كان مثلا مسؤول عن الملف النووي، مسؤول عن التفاوض في الملف النووي، ممثل القاعدة في مجلس الأمن القومي. مجلس الأمن القومي الإيراني أعلى سلطة تنفيذية بالبلد، يعني التخطيط والتنفيذ يجتمع في مكان هو مجلس الأمن القومي. السيد جليلي هو ممثل السيد القائد في هذا المجلس، فوجوده في هذا الحضور العلوي في زمن رئيسي أيضا كان يعني مستشار رئيسي في العديد من الملفات اللي كان مسؤول عن تنفيذها. فيختلف من ناحية كونه رجل دولة يتفوق على السيد بوزشكيان كثيرا. ثالثا من الناحية المبدئية هو أرصن مبدئيا. السيد بوزشكيان خلال فترة المناظرات يعني خرجت منه عبارات كثيرة انتقدها كثيرون، ويعني أصبحت عنصر من عناصر. كانت عبارات اندفاعية أستاذ كان. أنا ما مسؤول عن تبريرها، أنا أقول كانت أخطاء. عبارة مثلا التقليل من شخصية السيد الشهيد سليماني مثلا، التأكيد على أن أمريكا هي الحل أو المفتاح بيد أمريكا أو العلاقة مع أمريكا ستكون مفتاح الحل. هذا النهج الإصلاحي وهذا النهج المحافظ. ولو احنا نتحدث عن تجربة واقعية، نحن لا نتحدث الآن بشعارات مبدئية. بالتأكيد أمريكا دولة قوة غاشمة، قوة قاهرة، قوة ظالمة، ولكن حينما نتحدث عن المعطيات السياسية، لما نأخذ حركة الإصلاحيين مع الدول الغربية ونرصدها رصد دقيقي بالأرقام بالمؤشرات بدراسة أكاديمية، في زمن خاتمي وقعوا مع دول الترويكا اتفاق، بريطانيا وفرنسا وألمانيا لم تلتزم به، بعد 4 سنوات تم إلغائه، بعد أن أوقفت إيران لأربع سنوات إلا شهرين برنامج النووي لتخصيب 3% وقفوا. ما قبل أول فرنسا وبريطانيا وألمانيا يزودون حتى المجمع العلمي مال جامعة طهران بيورانيوم كافي للنظائر المشعة والزراعة والأبحاث. في زمن روحاني أيضا تم توقيع على الاتفاق النووي مع ترامب 5+1، أعضاء مجلس الأمن زائد ألمانيا وقعوا اتفاق ترامب بجرة قلم لغة وزيد العقوبة. هذا من الناحية الواقعية. نحن لا نبحث عن عواطف الجمهور، ربما عواطف الجمهور تذهب إلى مطرب أو إلى امرأة جميلة أو إلى خطاب مؤثر، ولكن حينما تدرس الملفات دراسة أكاديمية بعثية يثبت لنا الواقع أن برامج الإصلاحيين للحصول على مكاسب لإيران من الاتفاق مع الغرب غير واقعية. ولذلك أنا أعتقد أن حظوظ السيد جليلي أكثر من السيد بوزشكيان. سيد برزوني، ربما يستخدم الإصلاحيون يعني بحسب ما تفضل به البعض، ربما يستخدمون الملف النووي الإيراني لدغدغة مشاعر الناخب الإيراني والقول له أن كل شيء سيكون بخير. لكن لو نأتي إلى الحقيقة، أن المشكلة ليست في المفاوض الإيراني، أن الولايات المتحدة وأوروبا لا تلتزم بأي اتفاق مع إيران، فلماذا نرجع إلى هذه النقطة؟ صحيح. قبل الإجابة أنا أود أن أشير إلى هذه المسألة مهمة، المهم مشاركة عالية وواسعة في هذه المرحلة من الانتخابات في الظروف الحساسة والاستثنائية، وهذا الاستحقاق يعتبر إرث وطني للشعب الإيراني. جواب على السؤال، نعم، الإصلاحيون يركزون ويؤكدون على التفاوض مع الغرب والأمريكا، وهم يرتبطون حل مشاكل اقتصادية، مشاكل داخلية بحل ملف النووي، ويؤكد على التفاوض مع أمريكا أو مع الغرب. على الرغم كلان حكومة السيد روحاني هنا تم الاتفاق وتوقيع الاتفاق عام 2015، وبعد ذلك انسحبت أمريكا من طرف واحد، وأيضا السيد ترامب مصدق هذا الاتفاق. ولهذا السبب المحافظون يؤكدون أمريكا والغرب غير موثوقين، ولا نستطيع أن نثق على أمريكا. أمريكا ممكن أيضا ستنسحب من الاتفاقيات القادمة، وهم غير ملتزمين بأي اتفاق من الاتفاقيات الدولية، ولهذا السبب لا نستطيع أن نثق بأمريكا أو بالغرب. لهذا السبب هم يؤكدون على استمرار نهج سيد الرئيس الشهيدي واستمرار هذه السياسات من أجل تدمير وتوسيع
علاقات ايران مع دول الجوار لا سيما مع جمهوريه العراق ودول اخرى، وايضا انضمام ايران الى مجموعه بريكس ومنظمه شانغهاي كانت من انجازات حكومه السيد الرئيس الشهيد سيد رئيسي، وهذه الانجازات تعتبر انجازات كبيره جدا. نعم. لهذا السبب محافظون يؤكدون على حل بديل بدل ان تتفاوض مع الغرب، لان الغرب وامريكا غير موثوقه تماما. طيب دكتور اسامه، كيف ينظر الغرب الى هذه الانتخابات؟ هل ستتغير نظره الغربيين او الولايات المتحده للرئيس الايراني القادم سواء اذا كان من المحافظين او من الاصلاحيين؟ طبعا هو في العموم يعني دول الاتحاد الاوروبي يمكن عدا بريطانيا عندها نظره شويه مختلفه عن امريكا، انه تعتقد بامكانيه التعايش مع ايران، التعامل مع ايران، الوصول الى توافقات مع ايران في الملفات الاقليميه والدوليه، حتى في موضوع البرنامج النووي، انه الضمانات اللي كانت تقدمها ايران ولا تزال هي ضمانات مقبوله، وان تكون ايران جزء من اتفاق نووي هو افضل ان يكون هذا افضل من ان يكون هذا البرنامج خارج الاتفاق النووي، وبالتالي ما يضمنون ايش قد مستوى التخصيب اللي هم عندهم مخاوف قد يصل الى مستويات يؤدي الى تكوين او انشاء قنبله نوويه اذا ما صعد عبر 90%. الوضع مع امريكا وبريطانيا مختلف، انه هم لا ينظرون نظره عدائيه، وانه استحاله التعامل مع ايران باعتبار انه ايران عندها ثوابت تتعلق بمواجهه والتخلص من وجود هذا الكيان الغريب اللي اسمه الكيان الصهيوني واللي هو اغتصب اراضي عربيه مسلمه. من هذا المنطلق الرؤيتين المختلفة، ايران طبعا حاولت واجتهدت في دبلوماسيتها الخارجيه انه تنفرد مع الاتحاد الاوروبي، وانه تحاول ان تقيم علاقات اقتصاديه وتبادل تجاري ومعاهدات بهذا الخصوص، لكن تبقى بصراحه الهيمنه والسيطره الامريكيه على الشركات. يعني نشوف احنا الشركات يفترض شركات قطاع خاص، ما معناها ما مملوكه لدوله، لكن هذه الشركات حتى الاوروبيه ما تمارس اي نشاط مع اي دوله اذا ما تاخذ ترخيص من دولها. في النتيجه من ترامب انسحبت امريكا من الاتفاق، وبما معناه افرغ الاتفاق من محتواه، ايران قالت اذا انا على شنو ملتزمه؟ اذا انتم رجعتوا العقوبات علي وانا ابقى مقيده بما التزمت به بالاتفاق، اذا انا ايضا انسحب. ليش؟ لانه الشركات الاوروبيه وشركات النقل وشركات مثلا صناعه بوينغ وايرباص وغيرها ما تقدر تتعامل وتكمل اتفاقياتها مع ايران بدون اخذ الموافقه من الاداره الامريكيه. وبالتالي شفنا انه كل الاتفاقيات والمذكرات التفاهم اللي وقعت قد تم تجميدها واوقفت، لانه رضخت لقرار الرئيس الامريكي في حينها وما استمر الحال. طيب الاوروبا ما ممكن، اوروبا لحد الان ما تقدر تتخيل نفسها انه هي بمعزل عن المحيط الامريكي. لانه من تطلع من المحيط الامريكي وين تروح؟ خاصة ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، معناته راح تذهب إلى أمام خصم وأمام عدو هي ما تقدر تواجه لوحدها، دائما تحتاج العمق الأمريكي وتحتاج الدعم الأمريكي. فبالتالي الحرب الروسية الأوكرانية عززت من أنه أي احتمالية لاستقلالية الاتحاد الأوروبي أو تخلصها من الهيمنة الأمريكية خلاص انتهت، لذلك راح تبقى هذه النظرة أنا أعتقد مسيطرة. طيب. وحتى لو افترضنا أن السيد بازشكيان فاز وحاول أنه يمد إيده بالمعنى الـ قد يكون المجازي، يمد ايده الى الغرب والى امريكا بانه تعالوا ان نعود مره اخرى للتفاوض ونعود للحوار وننهي هذه التركه من سنوات، انا ما اعتقد راح يلقى او راح يجد الشيء المقابل، يعني بالمقابل ايضا هم راح وهي المشكله حتى لو وصل الى نقطه معينه راح يتكلمون عن الصواريخ البالستيه، وهذا ما قالت عنه ايران بالحرف الواحد هذا خط احمر. جيد، ما هو لا يمكن التفاوض، ما هو بالاتفاق النووي الدائمي قبل ان تنسحب من امريكا كان حتى هذا الموضوع مثبت، انه المدايات الصواريخ التفاصيل الفنيه بعد 10 سنين ممكن ايران تكون عندها كذا، بعد 10 سنين اكو بتفاصيل فنيه، حتى هذا الموضوع هو كان يعني خلينا نقول مثل ما نسميه تحت السيطره. لكن يبدو انه هو ترامب اصلا يعني رغبته بالغاء الاتفاق، لانه هم امريكا عندهم قناعه يقول لك انه ايران احنا خانقيها ومحاصريها وهي بهذه القوه والتاثير. طيب اذا ايران نرجع تقيم علاقات شو راح تكون تاثيرها ونفوذها؟ دكتور اسامه اتوجه بي لاستاذ كامل، اطول حصار اقتصادي بالتاريخ فرض على الجمهوريه الاسلاميه، زين ويا هذا الحصار الجمهوريه الاسلاميه هي الان قويه وقادره خاصه فيما يتعلق بدعم محور المقاومه. طيب اذا ما اعطيت مساحات اكبر للجمهوريه الاسلاميه ما الذي ستفعل؟ يعني الجمهوريه الاسلاميه اعتقد في برنامجها للحصار
تم رسم سياسات جيوستراتيجية توظف هذا الحصار توظيف إيجابي. أصبحت الضغوطات الغربية والممنوعات الغربية فرص لتطوير الواقع الإيراني، وذهب الشباب الإيراني إلى محاولة الاكتفاء في كل المفاصل المهمة على مستوى الاقتصاد، على مستوى الإنتاج، على مستوى الحاجة المحلية للصناعات وغيرها. أصبحت إيران تنتج ما تأكل وتلبس ما تصنع، فإذن لم تعد هنالك من الناحية الواقعية ضرورة لأن تقدم إيران امتياز للآخرين من أجل أن يرفع الحصار. ثانيا من الناحية الواقعية، إيران في محيطها 15 دولة إيران تقيم معهم علاقات جيدة، إذا مو جيدة جدا فهي جيدة على الأقل. يعني مثلا تركيا اللي هي دولة بالناتو مقدار التبادل التجاري 32 مليار دولار. هذا الحديث عن الحصار حديث إعلامي وسياسي أكثر من حديث إجرائي واقعي. من الناحية الواقعية لا توجد قوة بالعالم تستطيع أن ترسل سفنها البحرية حتى تمنع سفينة صغيرة للفاكهة أو للخضروات تذهب إلى دول الخليج، ولذا بالرغم من الحصار الأمريكي لدول حليفة ومرتبطة بالمشروع الأمريكي إلا أن أسواقها تجدينها مليئة بالبضائع الإيرانية. العراق على سبيل المثال، مع وجود القوات الأمريكية في العراق، العراق يستورد من إيران السيارة والكلينس والخضرة والبصل والفجل. هذه هاي الناحية الواقعية هي التي تعطي لإيران قوة من يعني في مواجهة الضغوط الأمريكية. إيران قوية واقعيا، قوية اجتماعيا، قوية اقتصاديا، قوية بمحيط علاقاتها مع دول المجاورة. إذن منظومة الحصار ومقولة الحصار تحولت من حصار واقعي على مستوى الأرض إلى مستوى الشعار والهتافات السياسية. كانت موجودة في البرامج الانتخابية أستاذ. نعم، المشاكل الاقتصادية موجودة، التأثير قيمة التومان على القدرة الشرائية للمواطن الإيراني موجودة. أنا ما أقول ماكو مشاكل. نعم. أكو فرق أن يعني أعترف بوجود مشاكل أو أتحدث عن قدرة إيران على تجاوز هذه. على تخطي المشاكل. تخطي هذه المشاكل. إيران استطاعت خلال 40 عام، يعني أنا كنت مقيم في الجمهورية الإسلامية. نعم. في التسعينات يستوردون الجبن الدنماركي. الآن إيران تصدر الطائرات المسيرة بعد 40 سنة من الحصار. إذن هذه مؤشرات واقعية. إيران الآن تصنع كل سياراتها، تصنع كل وسائل التصوير والسينما والتلفزيون وغيرها. إذن نحن أمام بلد يحول فرص الحصار إلى فرص منتجة وفرص متطورة. نعم. الاكتفاء الذاتي، تصدير الكهرباء. شنو يعني تصدير الكهرباء؟ ليش إحنا لحد الآن صارنا 20 سنة عاجزين عن توفير كهرباء لـ40 مليون، وإيران تستطيع أن توفر كهرباء لـ200 مليون، 80 مليون بالداخل، وتصدر إلى 7-8 دول تصدر لهم كهرباء. هذا بالتأكيد. نعم. مؤشرات على أن الحصار الأمريكي مقولة سياسية يتم توظيفها لأغراض انتخابية. نعم. ومن الناحية الواقعية إيران تمكنت من معالجة الكم الأكبر من المشاكل الاقتصادية. سيد برزوني، فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الداخلة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على ماذا ركزت برامج المرشحين؟ مرشحين على حل مشاكل اقتصادية، لأن في إيران هناك مشاكل اقتصادية ومشكلة البطالة عند الشباب. نعم، بسبب الحصار المفروض والعقوبات الظالمة ضد الشعب الإيراني، ولهذا السبب المرشحون خلال حملات أو دعايات انتخابية أكد على حل هذه المشاكل، وهم يستطيعون أن يحلون هذه المشاكل عبر وحدة الشعب الإيراني، وأيضاً عبر توسية وعمل بتوسيات القائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام خامنئي حفظه الله، واستخدام طاقات داخلية وإمكانات داخلية. لهذا السبب حل مشاكل داخلية واقتصادية من أولويات الرئيس القادم، وبعد ذلك التحديات خارجية، لأن التحديات خارجية أيضا كبيرة وخطيرة، وهناك حرب غزة، هناك حرب أوكرانيا، وأيضا ممكن سيفوز في انتخابات أمريكية ترامب المجرم، وهو سيشكل على محور المقاومة وعلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل خاص. لهذا السبب الرئيس القادم ينبغي عليه أن يتحقق وعوده خلال حملات الانتخابية أو خلال المناظرات، فأمامه
فريقا كبير، وايضا امامه تحديات كبيره داخليه وخارجيه، وبامكانه ان يحل هذه المشاكل عبر وحده الشعب وايضا عبر استخدام الطاقات والامكانات الداخليه والخارجيه. طيب فيما يتعلق بالاصلاحات الداخليه في الجمهوريه الاسلاميه، ايهما اقرب، محافظين ولا اصلاحيين؟ اعتقد المحافظون. محافظين. اذا دكتور اسامه، ايهما الان يخدم الجمهوريه الاسلاميه اكثر، ان يكون الرئيس من المحافظين او الاصلاحيين؟ والله انا ذكرت لك قبل قليل، هو اكو حاله من التناوب اولا، وثانيا انا اعتقد الفائز مثل ما قال استاذ كامل قبل قليل، الفائز هو الشعب الايراني، انه ده يستطيع انه يتفاعل ويتعاطب رغم الظروف، يعني ما ننكر انه اكو ظرف صعب، اكو ظرف اقتصادي مو سهل، يعني بلد يعيش في يعني الثوره الاسلاميه من بدات 79 مباشره سيق نظام صدام، قالوا له روح حرب حتى يتم احتواء ايران وما يمنعوها من انه تاخذ وضعها واستقرارها الداخلي والاقليمي، مباشره بعد ذلك يعني سلسله من القرارات والعقوبات والمراسيم الرئاسيه اللي تصدر من كل رئيس امريكي يستلم يعزز ويجدد ويضيف عقوبات جديده على ايران. ان تعيش في بيئه يعني لا ترحب بك القوى الكبرى ولا ترحب بك القوى المهمه والمؤثره بالعالم، ما ممكن، يعني صعب انه النظام يستمر يتطور. لذلك الافضل انا اعتقد تبقى قناعه الجمهور. انا اشعر من خلال ما ينشر في الصحف وبعض الوكالات واستطلاعات الراي انه قد يكون النسبه يعني مو عاليه، لكن النسبه الاكثر ولو بنسبه بسيطه يفضلون ان يكون اصلاحي في هذه المرحله. هاي رؤيتي انا. لكن قبلهم هم عانوا من السيد روحاني، الظروف الاقتصاديه كانت صعبه في زمن نعم السيد، لكن روحاني. السيد رئيسي رحمه الله عليه غير الى الافضل، عنده سياسات الرجل رحمه الله عليه وحاول اجتهد يعني قدر استطاعته، لكن الناس يعني هذا هو، احنا دائما نقول بالسياسه المزاج اللي يتحكم برؤيه الناخب، خاصه احنا ما نتحدث عن انتخابات قد تكون برلمانيه، هاي انتخابات رئاسيه، الجانب الشخصي الجانب المزاجي يكون هو المتحكم بسلوك الناخب، وبالتالي هاي المزاجيه هي اللي تخلي اللي احنا نسميها ماكو انضباطيه حزبيه، يعني بمعنى الناخب مره يريد يمنى مره يريد يسرى، يجرب اليمنى يرجع يقول لك خلاص جرب اليسرى، ما يتعلق مزاجه هو، يقول لك ها خلينا جربنا اصلاحيين خلينا نشوف محافظين، جربنا محافظين خلينا نرجع اصلاحيين وهكذا، لكن تبقى الرؤيه الشخصيه، بعض التفصيلات قد تكون القرارات يعني انا ارجع واقول نعم. القضيه مو قضيه انه رئيس يخطا او ما يتوفق، وانما قد تكون البيئه الموضوعيه المناخ ما ساعده في ان يحقق هو ما يريده. طيب فيما يتعلق بالتداخلات الخارجيه استاذ كامل، اكو البعض من يقول انه هذه الانتخابات شكليه مو اكثر، هل ستؤثر هذه الماكينه الاعلاميه على مشاركه الناخبين؟ يعني من الناحيه الواقعيه ايران اكثر دوله بالعالم تتعرض الى ضغوط انتخابيه واعلاميه وحروب على مستوى وكالات الانباء العالميه، الان نعم. في متابعه بسيطه لكل وكالات الانباء العالميه تستطيعين ان تلاحظي اكثر 10 وكالات انباء اعلاميه اشتهارا بالعالم ومعرفه بالعالم تضع ايران في دائره الخصم، والانتخابات الشكليه والشعب ما راح يشارك، والقياده بيد السيد خامنئي ووزير الخارجيه كل شيء ما يسوي ورئيس الجمهوريه ما بيده صلاحيات، وهذا الكلام بالرغم من مواقف عديده اكد بها القائد ان لديه راي ولكنه يحترم راي الحكومه، مثلا في الاتفاق النووي اللي صار في عام 2000. شنو الغرض من انه يسوون هذا المكس، هذا اللبس لدى الناخب؟ هذا لانه نظام ايران جاي يقدم صوره حضاريه، جاي يقدم صوره معنويه واخلاقيه ودوله قادره على البناء والتقدم لخدمه الناس والدفاع عن قضايا المظلومين، جاي تقدم صوره حضاريه، هاي الصوره الحضاريه تسلب من الغرب هيمنته اللي يزعم انه هو راعي حقوق الانسان وهو الذي يرعى الديمقراطيه وهو الذي يحقق الرفاه. هذا الكذب الغربي ينفضح حينما يصطدم بالمشروع الإيراني، المشروع الإيراني مشروع خير. نعم. بغض النظر عن المشروع الإيراني، هل لا زال هنالك قانون دولي واحترام حقوق الإنسان بعد أحداث غزة؟ لا، هو بالواقع ما موجود، هو من الأول ما موجود، ولكن بسبب التطبيل والتضجيج والهوس الإعلامي و يعني بساطة الناس وتصديقها بالإعلام، نعم. كان هنالك من يصدق أن هذا الغرب يمثل الحضارة والليبرالية والحرية والديمقراطية، ولكن من الناحية الواقعية الولايات المتحدة الأمريكية
بنيت على القتل، بنيت على إبادة الشعب الأمريكي الأصلي، ومن ثم جاءت بالحكومة، فهي من الأصل هكذا. حتى المحللين السياسيين الذين يتابعون موضوع غزة يقولون أن أمريكا تجد في إسرائيل نفسها ما يقوم به الكيان الصهيوني اليوم هو تنفيذ للسياسة الأمريكية، للإرادة الأمريكية. إذا تريد أن تعيش يجب أن تقتل الآخر، يجب أن تقضي عليه. ليس هنالك نظام إنساني يدعو إلى التعايش، يدعو إلى التفاهم، يدعو إلى الحوار. أبيدوهم يقول اضربوهم قنبلة نووية، وهذا المعنى معنى لا يمكن أن يعني ينسجم مع ما تطرحه إيران. إيران الآن تطرح مفهوم حضاري، مفهوم قيمي، مفهوم حواري. حينما يقولون الحوار، الحوار بمعناه الحقيقي، أن لا تفرض علي شروطك، ألغي عقوباتك وتعال نتفاوض، أنت طرف وأنا طرف، أنا لدي إرادة وأنت لديك إرادة. أمريكا ما تقبل هكذا. أمريكا لحد الآن، ألمانيا، فرنسا ذاك اليوم اختلفوا على ملف، التفوا عليهم ويا استراليا، خربوا عليهم صفقة غواصات نووية وسرقوها منهم. يعني حينما إيه، ليش هاي تبعية للولايات المتحدة أستاذ كامل؟ التبعية للولايات المتحدة الأمريكية، ليش تابعين؟ التبعية للولايات المتحدة الأمريكية خيار الحكومات الأوروبية. الآن الشعوب الأوروبية بدأت تعي حقيقة الثمن الباهظ الذي تدفعه الشعوب من اتباع السياسة الأمريكية. الآن طلبة الجامعات الأمريكية والأوروبية، الشارع الأوروبي الآن يغلي بهذه المعارضة التي تكتشف أن من الخلل الكبير. الآن شوفي، فرنسا خسر ماكرون، ببريطانيا خسروا المحافظين، الآن فازوا العمال، بالولايات المتحدة الأمريكية الآن الحديث عن حرب أهلية إذا ما جرت انتخابات. فهذا من الناحية الواقعية نبوءات بأن هذا المجتمع بدأ يصحو وبدأ يكتشف أنه في مأزق، بدأ يكتشف أن هذه السياسة لا تقوده بشكل صحيح. طيب، حتى يعني ما تفضل بالدكتور أسامة من أن هنالك احتمال أن تكون بعض الدول الأوروبية تنأى بنفسها عن السياسة الأمريكية. أعتقد في قضية أوكرانيا كشف هذا الغطاء تماما، تبينت أن الدول الأوروبية تابعة ذليلة لأمريكا. يعني يقدرون، أمريكا صعب تقطع عنهم الغاز الروسي، صعب، وتبيع لهم الغاز الأمريكي بثلاث أضعاف وهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيء. يعني هذا هاي من الناحية الواقعية. نعم. بالنسبة للناس الأحرار، بالنسبة للناس الشرفاء، بالنسبة للناس ذوي الكرامة، هاي مهانة، مذلة. وأنا أعتقد أن الواقع سيتغير، الواقع الآن بدأ يتحرك. شوفي، جامعة هارفارد جامعة النخبة الأمريكية، جامعة أبناء مدراء الشركات والقادة السياسيين، أكثر الجامعات بدأ بها الاعتراف على السياسة الأمريكية الآن جامعة هارفارد. هذا رقم مو عادي، هذا رقم إذا رصد اجتماعيا ينبئ عن وجود شرخ كبير في المؤسسة الاجتماعية الموالية للسلطة. إذن ما تفضلتي به من السؤال، لماذا التبعية؟ لأن الحكومات مصالحها مرتبطة بأمريكا. أمريكا تطبع دولار وتنطي، أي واحد يريد دولار يأخذ بلا رصيد بلا ثمن، والدولار عملة أولى بالعالم. فإذن المصالح الضيقة لهذه الحكومات هي التي تجعلهم يتبعون الولايات. سيد برزوني، أود سؤال حضرتك عن من يشكك بالانتخابات الإيرانية وبنزاهتها، ويقولون أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير قادرة على حماية الأصوات. نعم، أمريكا والغرب لازم تشكك في انتخاباتها الداخلية، لأن هناك مجرم مرشح دونالد ترامب حكم في محاكم داخلية ودولية، وأيضا مرشح آخر جو بايدن هو مسن يوساف الزهايمر، وأيضا لازم تشكك في ديمقراطية داخل بلادها، لأن هنا قامت مظاهرات في الجامعات لنصر الشعب الفلسطيني المظلوم. لكن انتخابات إيرانية أكثر شفافية ونزيهة، وإيران أكثر دولة ديمقراطية بالمنطقة وحتى بالعالم، لأن تجري هذه الانتخابات في إطار قانونية، تم تأييد مرشحين من قبل مجلس سيادة الدستور، والشعب الإيراني هم سينتخبون رئيس القادم. وأيضا هناك لابد أن أشير إلى تواجد وسائل الإعلام داخلية إقليمية ودولية في داخل إيران من أجل تغطية مباشر وغير مباشر لهذه الانتخابات، لأن عملية انتخابية تجرى في كل مدن كبيرة وصغيرة وقرى نائية في داخل جمهورية الإسلامية الإيرانية، ومتواجدون تقريبا أكثر من 500 من المراسلين
من أكثر من 35 دولة، فهم دائما يغطون هذه الانتخابات وهذه العملية بشكل مباشر وغير مباشر، وكل العالم يشاهدونها عبر شاشات التلفاز، ونحن نشاهد أنكثر. ولأي سبب هم يشككون في هذه الانتخابات؟ في هذه الانتخابات انتخابات شفافة ونزيهة، والشعب الإيراني فقط ينتخب رئيسهم القادم، على الرغم خلافات تيارين الإصلاحي والمحافظين. المهم الأحداث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ثابتة وواحدة، وطرق للوصول إلى هذه الأهداف مختلفة بين تيارين الإصلاحيين والمحافظين. بل يعيثون من سيد بدشيان، لأنه هو أكد مرات عديدة خلال المناظرات هو وفي، وهو يؤمن بمبادئ الثورة الإسلامية وأيضا بالولاية الفقيه، وهو أيضا يؤيد إنجازات دولة سيد الشهيد سيد رئيسي، وهنا طرق مختلفة للوصول إلى هذه الأهداف. طيب سيد برزوني، بصراحة يعني هنالك من يحاول إثارة الفوضى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن طريق تحريك بعض الأذرع الداخلية، هل ممكن أن نشهد هذا السيناريو لا قدر الله؟ أعتقد لا، لأن الأعداء بعد استشهاد السيد الرئيس شهيد رئيسي ورفاقه كانوا يحاولون محاولات كثيرة من أجل خلق الفوضى وإثارة الفوضى داخل البلد والبلبلة، ولكن بعد كلمة سماحة القائد حفظه الله، وأيضا في إطار قانوني جاء رئيس الشهيد الرئيس سيد دكتور محمد مخبر وأدار دولة والحكومة بشكل جيد وتنظيم الانتخابات الرئاسية خلال أقل من 50 يوما، هي بنفس ذاتها إنجاز وانتصار للشعب الإيراني كلها، وهذا الاستحقاق كما قلت إرث وطني للشعب الإيراني. المهم مشاركة أو واسعة وعالية في هذه الانتخابات، لهذا السبب نستطيع أن نقول انتصارا كبير للشعب الإيراني. هذه العملية الانتخابية والأعداء لا يستطيعون أن يحقق أهدافهم من أجل خلق فوضى وبلبلة داخل البلاد، وكل المرشحين ملتزمين بمبادئ الثورة الإسلامية وبقانون الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبعد انتهاء العمليات سنشاهد هم أي مرشح خاسر أو يخسر في هذه الانتخابات، هو أيضا سيقبل أصوات الشعب وانتخاب الشعب، وسيحترم الرئيس القادم. نعم. طيب دكتور أسامة، بين السيد بزشكيان وبين السيد جليلي، تتوقع كيف ستكون السياسة الخارجية فيما يتعلق بالدول الخليجية؟ نظرة الجمهورية الإسلامية للخليج نظرة قائمة على أساس أنه أمن الخليج يكون من داخل أمن دول المنطقة. وفي فترات عديدة كان الرؤساء الإيرانيين يتم دعوتهم في قمم مجلس تعاون دول الخليج العربية. هذه الرؤية قائمة على أساس أنه لا حاجة لتواجد قواعد عسكرية أجنبية أو لتواجد ترسانة عسكرية لأي دولة من الدول، يعني مو فقط أمريكا بالمناسبة، يعني قوات فرنسية، قوات بريطانية، قوات قد تكون ألمانية. للأسف دول الخليج بسبب يعني أنها تفتقر في تكوينها لعناصر قوة الدولة الطبيعية، ما معناه العمق الجغرافي، السكان، يعني هي دول محدودة المساحة، عدد سكانها محدود، بالنتيجة ما عندها جيوش، لذلك هي دائما هي بحاجة. طبعا هذه النظرة يعني هاي أساس تكوينها هو فكرة استعمارية، يعني بريطانيا من أساسا من سوتهم من قسمتهم أرادت لهم أن يكونوا جابت قبائل، وكل رئيس قبيلة قالت له أنت هاي أمير. لكن السياسة الأمريكية معروفة بالتخلي عن الحلفاء. لا، شو وقت الحكومات تتفق على هذا؟ بالخليج الحالة مختلفة. الخليج هم بالنسبة يعني ممكن قالها ترامب في مرة من المرات، قال إحنا هذا النفط مالتنا، وهم ذول إحنا حاطيهم فقط أنظمة شكلية، وإحنا نسحب النفط وإحنا نحدد السعر. الآن ورا ما صار أوبك بلس، صار سنتين تقريبا، بدأت أوبك تتخذ قرارات وسياسات ما تخدم المستهلكين، تخدم المنتجين. وإلا تاريخ أوبك
هو دائما كل سياساته وكل قراراته هي في صالح المستهلكين وليس المنتجين. ليش؟ لان المسيطره والمهيمنه عليهم على المنظمه السعوديه، والسعوديه اكثر دوله منتجه. نعم. الان بدات السعوديه تقول ماكو داعي يكون الدولار هو العمله الوحيده في بيع النفط. نعم. وانما ممكن تستخدم العملات الاخرى، سله عملات، وليس فقط الدولار، حتى لا يكون الدولار هو المهيمن مثل ما صار لسنين مهيمن. لذلك نظرة مهما كان الرئيس المقبل، أنا تحدثت في بداية البرنامج أكو ثوابت بالسياسة الخارجية الإيرانية، لكن التغيير هو التغيير في الأدوات. نعم. أستاذ كامل باختصار شديد، أيهما أقرب؟ يعني أنا شخصيا أعتقد أن السيد جليلي هو المرشح الأفضل في هذه المرحلة. الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تحتاج إلى رئيس يشهر السيف بوجهها ولا يعتقد بأنها هي صاحبة الحل. السيد بوزشكيان يتبنى سياسة الرئيس روحاني وسياسة الرئيس خاتمي، وهم دعموه في الانتخابات، وهذه السياسة تقول أن إيران بدون الغرب وبدون العلاقة مع أمريكا لا تستطيع أن تفعل شيء. بينما لاحظنا في زمن الرئيس أحمد نجات كان قرار مجلس الأمن يقرر، أحمد نجات يقول هذه ورقة إضافية في سلة المهملات. في زمن السيد رئيسي كذلك، في زمن السيد رجائي كذلك. أنا أعتقد بعد هذه الفضيحة الغربية للولايات المتحدة الأمريكية والتعري الكامل لدعم الجريمة الصهيونية، نحن بحاجة إلى رؤساء في المنطقة، رؤساء شجعان يشهرون سيوف المواجهة والمقاومة في وجوه الأعداء لكي تحترم شعوبنا وبلداننا. شكرا جزيلا الكاتب والإعلامي الأستاذ كامل الكناني، نورتنا في حصاد اليوم. شكرا جزيلا عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين الأستاذ الدكتور أسامة السعيدي، شكرا جزيلا. أيضا كان معنا عبر سكايب من طهران الباحث والمحلل السياسي الأستاذ علي أكبر برزوني، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. إذن ختام محور حديث حلقتنا لهذا اليوم بأبرز ما جاء في منصة إكس حول الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية، لنتابع. الآن ننتقل بكم إلى الموجز الخبري. مستشار رئيس الوزراء ناصر الأسدي يعلن تأليف لجنة لحصر وتقييم الاستملاكات الخاصة على طريق التنمية. هيئة النزاهة تعلن صدور قرار حكم غيابي بالسجن لمدة 6 سنوات على مدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن. وزارة الموارد المائية تؤكد استمرار أعمال التحشية لأسس السد دون توقف والوضع آمن ومستقر. المنافذ الحدودية تعلن إنجاز المرحلة الأولى من الربط الشبكي بنسبة 100%. الحسينية المقدسة استعداداتها لاستقبال شهر محرم الحرام والزائرين في يوم عاشوراء.
الحصاد انتهى. شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.